يو دري السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا الدراري في هذا الفيديو عندنا رياكشن على التراك الاخرين ديال جوكر. هذا الرابر هذا اول مره غادي يتمزك له في الانستغرام. شاردوا لي التراك وقالوا لي الدراري بان هذا الرابر هذا واعر بزاف، وفهاد التراك بالضبط كيهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف وضروري تباسي هذا الموضوع للمتابعين. انا عملت بالنصيحه ديال الدراري، شاردوا لي ميساج في الانستغرام وقلنا زعما نعملوا رياكشن على هذا الرابر هذا اللي صراحه اول مره غتمزك له، واللي التراك كيف ما كنشوفو في العنوان سميتو جوكر جامرة اوفيسيال ميوزيك فيديو. ملي دخلت من التراك جبرتو جوج ساعات باش تلح، دونك شي حاجة اللي مزيانة بزاف. نمشيو نعملو الرياكشن ديالنا، واللي أول مرة كيشوف هاد الوجه هذا يهود دابا يمنا واحد اللايك وفركاع أكبر سبسكرايب. ثم أمي، أوكي دايركتد باي إيغامان محمد. ما عرفنا شكون هاد الشخص هذا. غرفة رقم 5 كرامة أمي ثم أمي الحرية. اوكي سديش عيني بجوز سكت ما كنشوف، دنيا هانية عايشين ضوف، اللي ملي مشات جامي تولي، مسكتش بحياتي شي حد ما فهمني. وما راني مشيت مشيت عمري دراري يكون زعما كيغني في التراك على يماه، ما عرفنا الصراحه. حيت شفنا في الدخله ديال الفيديو كاينه تماك امي ثم امي، وشفنا زعما كيقول لي ملي ضاعت عمره ما عادي تولي، ما فهمنا زعما كنظن واقيلا كاين شي نويطاس على الام ديالو تما. نكملوا التراك ونشوفوا شنو كاين. وما شحال جريت في صغري على قبري، كذب على راسي وكنسي مليح، شحال مشيت بالنيل قرو لا قرو كنحرقو في الريح، دمنا لتفيه غدروني غدروني حبابي شحال من مر، قلبي راه لافا مكويشة على الجمر، ديابو فيدال ما نحبوش الحقر، تغلط تشموش لا صفرا لا حمرا وياه. واو واحد بوش لاين قالها واعره بزاف الدراري، تغلط تموت لا صفرا لا حمرا. من الاخر هذا هو الواقع ديال المجتمع اللي كنعيشو الدراري، نويطه واعره بزاف. رزقنا حلال غنجيبوه، مناكين كما كاين كو، لا صاطا لا صديق لا خوف لا فوق، واخا فوق راه جبنا العز والهيب، كاع ما شفتو داكشي اللي شفتو في حياتي عنيب، في قلبي شي حاجة لداخل ما قديتش نقولها. دراري السيناريو مخدوم بالرجوله، والله حتى مخدوم بزاف الدراري، السيناريو مخدوم كيخليك تعيش مع القصه الدراري. والله خلينا نكملوا الترك هذا. سمير بان لي زعما بس الراس ديال الام ديالو وخارج الزنقه، ما عرفناش القلب ديالو شي حاجه ما باغيش يقولها، كان في قلبه شي حرقه، في قلبه شي هضره، في قلبه شي حاجه بقات فيه، ما عرفناش الدراري. نكملوا هذا الترك هذا باش نزيدو نفهمو اكثر. ركاش بقى التانية الحنانة يا اللولة، والحياة كتجيني بحال شي مرا خويا دير الفولة، واللي طامع لا 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 الحقرة لا الحقرة لا 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 في الدنيا صاحبي يديها كلها كلها. واا السيناريو كيفاش مخدوم، والله الدراري الا السيناريو مخدوم بواحد الطريقه احترافيه كيخليك تعيش مع القصه الدراري، شي حاجه واعره واعره. تحياتي لهذا الرابر هذا. شو دابا كيفاش بدات ستوري الدراري؟ السيد كان كيترزق الله منزل التريبورتر ديالو ولا منزل شي حاجه اللي كيبيع فيها، يعني راجل مع راسو تحياتي ليلو. جا واحد بغى يتصارع عليه، يعني كان جالس كيبيع في الرحمة الله، جا واحد بغى يبان عليه ولا شي واحد مدبر بغى يتصارع عليه. السيد اللي كيبيع رويج مع راسو ما بغاش يحس بالحقره، فهمتي؟ واحد عايز يبقى يدفع كيدا ولا يقول لك شي هضره ما تعجبكش، راه اي واحد راجل اللي تكون عنده النفس. كما انا كنظن هاد ستوري هادي نط كيدابز معاه وكذا، ومن بعد دخل للحبس كنظن حيت بينو الحبس وبينو هاد اللقطه بانه كيدابز معاه، ما عرفناش صراحه شنو غيكون من بعد. فلهذا نكملوا التراك باش نفهموا اكثر.
كتولد غير الحديد ياك قوش ما يهزيش بزاف كاع ما كضحكني. تفو صاحبي تفو، ما كنحملش بحال هاد النوع ديال بنادم صاحبي. دابا هادي الاخت ديالو واقيلا، الاخت ديالو واقيلا هادي مدخر صاحبو للدار وكيشوف الاخت ديالو بهاد الطريقه الدراري، عيب والله. انا كوميديا خليوني انا ودماغي راه بخير، لكن شي باغي نفقني غيسير. صاحبي كبرنا وصديق صاري جنت منافق، حصت لك النار عالريق حمقت ليش حامل صديق. احلامي راه غرقه وسط بابو زنقه وشمش فلح ميطاطو، عشتاني ضربو الحبسه فابو الريسكا والموت وديقه من نادو. كلشي عاطيها غير القاطو كيباتو يحلمو بالعقش يشابو، هادي اني راه طلعو ببيطو قجيتو مانايا كي ويستو. في قلبي شي حاجه لداخل ما قديتش نقولها، سميره كتبقى التانيه الحنانه يا اللو. دري شكون هاد سميره؟ الام ديالو واقيلا سميره كتبقى هي التانيه الحنانه هي اللولى، الحنانه هي عزيزه. ما عرفناش هاد سميره هادي واش الام ديالو، ما عرفنا الصراحه. الدراري نزيدو نكملو. والحياه كتجيني بحال شي مرا خويا دايره الفوله. هاد كلمه معبره بزاف الدراري، اللي هذا غنعاودو، غنرجعو 10 سكوند نعاودو. والحياه كتجيني بحال شي مرا خويا دايره الفوله. الحياه كتجيني بحال شي مرا خويا دايره الفوله، معبره 100% الدراري. واللي طامع في الدنيا صاحبي يديها كلها. انا قلتكم الدراري تفو، ما كنحماش بنادم بحال هكا الدراري، فهمتي؟ عشيه ركز دخلوا للدار وكذا في الاخر كيصدق داسر على اختك في الزنقه. بحال هكا بنادم كيفقد السيطره على راسو الدراري، فهمتي؟ يعني صافي ما كتبقاش محكم اصلا في راسك واش كنتي صافي الدراري، يعني كتفقد شي حاجه سميتها العقل، كتخرج مباشره من ديك الشخص اللي اذى الاخت ديالك الدراري. بحال هاد النوع ديال البنادم هادو الله يعزكم الدراري، ما تبقاوش تعاشروا بحال هاد النوع ديال البنادم، الله يحفظ مع الله يستر. في قلبي شي حاجه لداخل ما قديتش نقولها، سميره كتبقى تجاني الحنانه يا اللولا. كتجيني بحال شي مرا خويا دايره الفوله. واللي طامع في الدنيا صاحبي يديها كلها. ولكن الدراري بالروج ولا والله تا السيناريو مخدوم بزاف الدراري، واش فالسيناريو زعما ما جاكم شي كليب على السيد الواحد؟ شي واقعي 100% الدراري، موضوع ديال الزنقه الدراري بالروج ولا داكشي اللي كيوقع في الاعوام الشعبيه. وصراحه هذا هو الراب الدراري، والله حتى هذا هو الراب. يعني الراب ملي خرج من امريكا خرج كيهضر على المشاكل ديال الحباسه، يعني كيهضر على المشاكل بصفه عامه، ماشي ديك الراب اللي رجعنا كنشوفوه الدراري دابا. هذا كلاش هذا، المهم خلينا نكملوا. دابا فهمنا الدراري ديك الكرامه والحريه، شنو نرجع الصبر امي ثم امي، الكرامه الحريه قبر الحائط. الكرامه اللي هي اختو والحريه اللي هو الحبس. يعني فاش قاصلو الكرامه ديال الاخت ديالو ما كتبقى لا حريه لا حتى شي حاجه الدراري، يعني كيبقى عصبر ومولاها ربي. صراحه سيناريو زوين الدراري، والله حتى واعر السيناريو هذا. واو 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 واو
تحياتي للناس اللي خدمت هاد الخدمة، هاد الخدمة النقية هادي. تحياتي من هاد الرابور هذا اللي سميتو جوكر، اللي هضر على هاد الموضوع هذا. واحد التراك كتسمعو وكتانسبيرا منو الدراري، الرابور اللي كيعطيك واحد الموضوع وكيعالج واحد المشكل اجتماعي، هذا هو اللي كيتعتبر الرابور ديال بصح. الراب شنو هو؟ الراب بحال اللي قلت لكم، ملي خرج من امريكان خرج باش يعالج واحد المشكل اجتماعي. ما خرجش الدراري باش هادي كلاشي هذا وهذا يغني للعائله وياخور يغني ما نعرف على من. الراب تخترع ولا خرج باش يعالج واحد المشكل ديال الزنقه، باش يهضر على الشعب، باش يعطي الحقوق للواحد، يعني شي مشكل انت كتعاني منه باش كتعبر بالموسيقى. وهادشي اللي كاين الدراري، نتمنى هاد الرياكشن هادي تنال الاعجاب ديالكم. هضرنا الدراري بواحد الحرقه، لان واحد الموضوع بحال هكا فريمون كيتوشي في القلب. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهادشي اللي كاين الدراري، ما تنساوليش واحد اللايك وواحد الشيرك في القناه واكتيفي الجرس باش يوصلك النوتيفيكاسيون ديالي. وكان معكم زيد خياطي، نتلاقاو في رياكشن جديد ان شاء الله. السلام عليكم.